من المحنة إلى المنحة، من الانكسار إلى القوة ثم القوة ثم التفوق والتميز. هي عاتك الجوري التي أثبتت لكل من عرفها أن الإعاقة كانت مصدر قوة وطاقة إيجابية لها. ولدت عاتك بشكل طبيعي وهي تمشي حتى وصلت إلى العاشرة لتصاب بحادث سقوط من أعلى منزلهم جعلها تفقد القدرة على المشي، لكنها لم تفقد العزيمة والإصرار. حاولت وحاولت أن تتخطى الألم حتى نجحت وتميزت. عاتك أسفل الجوري معاقة حركيا، وسبب إعاقتي أن أنا حصل علي حادث سقوط أثرت عندي فقرات معينة من العمود الفقري. صح أن عانيت في البداية من الإعاقة، وعانت أي شخص لما يكون واقف على رجله وماشي سليم وطبيعي ما فيش فيه شيء بيعاني في البداية، أكيد أنه بيعاني من لأن أكثر شيء لما دخلت المستشفيات يعني حسيت أن أنا الوحيدة في اليمن معاقة. بس الحمد لله، صح أن أنا عانت في البداية من هذا الشيء، بس لما دخلت مركز السلام شفت زملائي، شفت زميلاتي، شفت المعاقين المعاقات، فحمدت الله وشكرت قلت الحمد لله أنا بخير على غيري، في ناس معاقين يعني أخص من إعاقتي والحمد لله. بس برغم هذا الشيء كله نحن صح أنهم يقولوا من شريحة المعاقين أو من شريحة ذوي الإعاقة بس كذا، بس أنا فعلا ما أعترف بالشخص اللي هو معاق اللي يكون معاق ذهني أو يعني إنسان فاقد وعيه أو إنسان، وفي كم للأسف في ناس أصحى وبيمشوا على رجلهم وكذا، بس للأسف هم معاقين من داخل فعلا. عاتك الجوري صح معاقة لكن تحدت إعاقتها وبنت مستقبلها، بنت نفسها بمهنتها بحرفها في يدها، ما وقفت عن مهنة واحدة مثلا، ما شاء الله عليها تبارك الله كل فترة وفترة نتفاجأ فيها، أحيانا أشغال يدوية رائعة جدا. وما الحاجة الوحيدة اللي أنا أحترمها وتعجبني فيها أني ما تراعيش لحد لما أحد يساعدها، هي تساعد نفسها، ما تراعيش لما أنا أحتاج مصروفي، مصروفها بتطلع من نفسها بيدها، لا هي مراعي الراتب ولا مراعي الأخ ولا مراعي لأي إنسان. اللهم أنه إيش تحتاج، تحتاج مني دعمها سواء نفسيا أو ماديا أو معنويا. إحنا صح معاقين والحمد لله والشكر لله، هذا ابتلاء من الله، بس في مننا من المعاقين من شق طريقة بنفسه. تعمل عاتك في مشروعها الخاص في المنزل الجوري للهدايا وتقوم بأعمال كثيرة، فهي تطرز وتصنع الهدايا وتحيك أحزمة الجنابي وتتوق لأن يكون لها محلها الخاص بها لتحقيق المزيد من أحلامها. صح أن أنا عانت في البداية لما كنت بين أشتغل في مجال الأشغال اليدوية في هذه الأشياء، كنت أعاني من البداية لما كنت أنزل عبر المكاتب عبر كذا عبر كذا، بس الحمد لله الآن توسع المشروع لنا بين أشتغل فيه، أشارك في كل المجالات، في الاحتفالات التخرج، في لكل المجالات إحنا كمان بنشارك في بازارات، في اتحاد نساء اليمن، يعني أصبحنا الآن توسع مشروعي، أشارك في كل المجالات، أشارك في أشياء كثير، وكمان إحنا بنشتغل هدايا لكل المناسبات، لجميع المناسبات مثل أعياد الميلاد، احتفالات التخرج، الأعراس، لكل المناسبات الحمد لله. الأخت عاتكة أحد موظفي الجمعية ومشرفة الأشغال اليدوية، وهي من الأعضاء الفعالين في هذا المركز وخاصة في المجال الذي تشتغل فيه الأشغال اليدوية، ومن الفعالين والبارزين في هذا المجال رغم أنها على الكرسي المتحرك، لكنهم معاقون أجساد لا أفكار. ورغم عاقتها ورغم أنها على كرسي متحرك إلا أنها مثال للمعاقين والمعاقات، فهي مبدعة بما تعني الكلمة ولديها أعمال رائعة بل أكثر من رائعة جدا، واستطاعت خلال فترة أنها تحقق إنجازات كبيرة سواء عن طريق المشغل أو العلاقات العامة أو الأعمال الخارجية. نصيحتي لأهل المعاقين، نصيحتي لأسرهم، لأي شخص يعني يوجد لديه معاق أو أي جار يعني بيعرف أن في عنده جار معاق، أنه ما يحسسهش بالإعاقة مهما كان، وهو إنسان مش معاق، الإنسان المعاق أنا قلت اللي يكون عقله مختل أو يكون في شيء هذا فعلا معاق، مو إنسان عقله موجود، الناس بيحكموا بعقولهم مش لا بأيديهم ولا بأرجلهم، مهما كان يشجع ويحفز ويرفع من معنويته ويخلي وينطلق ويخرج للحياة، مهما كان يستفيد لا شيء يشتغل شيء ويدرس، مهما كان المعاق المعاق بالأول والأخير إلا دراسته وعلمه وعمله وشيء عمل في يده مهنة في يده. حقوق المعاقين في اليمن مهضومة
رغم قدراتهم المميزة جداً، ويتمنون مزيداً من الفرص والدعم لقدراتهم وتذليل السبل أمامهم لتمكينهم في المجتمع أكثر وأكثر. إشراق علي لبرنامج أسبوع البلد قناة المهرية.